ابتسم. الميتاب ديال طنجة. ادمنتي شنو سميتها اللي فيها حيده؟ وحنا في دراد صافي نجيبو ان شاء الله الفطور. والان سنقوم بطبخ الفطور. انه الرجل الكميلة. هل تعلمون ماذا يمكنني ان افعل؟ فهد سوف يطلب لنا الاومليت. ما خاص السكر. تقولوا الرجال ما حد قال ما والو. انت تبارك الله. ماذا وانا على وهذا بصراحه ما كانش عقاب ثاني. قبل ما نمشيو للميت اب ان شاء الله قلنا ندورو دوره هنايا ونشوفو الناس وداك الشيء. عرفتي في الحقيقه الدنيا زوينه هنا حيت اليوم السبت. حقيقه منظر زوين. شو الدريات كيلعبو تما. باش عجبني الشمال وداكشي كثار عرفتي فما مشيتي كتلقى بعدا حدائق والبضائق. تلاقيت مع احسان وفاطمه الزهراء. يا انت شوف قدام هذا المنظر الزوين وهما زوينات تبارك الله غيديروا لنا شي درنا شي حركات ولا شي حاجه. برافو. تيكواندو ديمونستراسيون. والله برافو عليكم. ديما نسافر خصوصا قدام هذا المنظر الجميل هكا وانتم تبارك الله زوينات بحال هكا. تبارك الله عليكم. شحال في عمرك؟ 15. برافو عليكم. يلا شكرا. برافو عليهم. اوه لا 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 مرقله. يا هنا كيجيو الناس كيلعبوا سبور. مرقله ها. اوه حمزة قبل كنا كنتسناو حمزة وهو جاء يا سيدي. كيف حالك يا صديقي؟ صباح الخير. صباح النور. صوتي في صباحك يولي هكا. سيدي في المنارة على جليسة هنايا. إنه رائع جدا. سي أيوب طرح علينا واحد السؤال عجيب غريب. خليك اش كنديرو في المنارة. المنارة سيدي كنديرو فيها السلام عليكم. السلام عليكم. اخوتي اخواتاتي السلام عليكم. هاد الناس كيجيو الناس العشية كيشربوا أتاي وكيتمنظروا وكيشوفوا في المناظر خلال لأن منار جات خارجة عرفتي مدينة جات هي. بلاتي نشرح كيف تنشرح بلاتي. حضر الكاميرا انا دابا هاي شي البلوغر مسكين شي هاي طنجة ياك. هاي طنجة ياك. واحد البلاصه جات خارجه هنا. هاد البلاصه اللي خارجه هنا في الراس ديالها كاينه منار.
مناره اصلا مناره هي اللي كانت هي اللي كتمشي الباطوات الباطوات وهذا فهمتي دابا قديمه بقات هنايا زعما شحال ديال الطريق بعيده على السونتر فيل بشي 10 دقائق بالطوموبيل قريبه بزاف ماشي زعما الناس كاين كتطلع كتشرب اتاي هنايا في العشيه وكتهبط بحال هكا انت باللي كيكون منظر واعر كيتبان طنجه كامله كاين الطوبيس الترامبيات كيوصلوا هنا الترامبي انا كنقول الطوموبيل الترامبي الترامبي تري تري جونتي الاشياء اللي ممكن ديولوها اولا ديروها في المناره هي الزعل هذا كتشي طيح ما كيطيحش زعل على حسب الوزن الوزن ديالي كبير انا شويه هذا يطيح يقدر ناري راه يطلع فلوق واعر الا تحت اخي ايوب وياه ونطيح على راسي ونمشي للسبيطار ما كاين لا ميت اب لا جوج شتي شحال ما لعبت اخي ايوب هو لعب لعب اخويا ما في الدنيا ما ما يمشي معها غير اللعب انا عادي من الدنيا ما تستعب لا مغير اللعب ايه عندك 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 رشاد الكاميرا او لهنا غطلع واعر قبيله سوني سي ايوب قال لي شنو يمكن نديرو في المنار فاحسن حاجه ديروها في المنار هي تزعللو تزعللو فكرتني بحال في شفشاو ملي كنت كنمشي لديك البلاصه عاليه وكتبقى تشوف شو دابا راك تبان طاجه كامله غير مع الغمام وكشي ما كتبانش البلاصه هنايا زوينه بزاف وبزاف يعني تجي هنايا وترتاح مع راسك وتنسى الدنيا وما فيها وتشربتي على حسب قولي الشاعر والفيلسوف والفلوجر الحمد لله لقد وصلنا للعلم تكون اول تجربه لي في القاعه وقدام الناس نحاولوا ما امكن ان نديروا جهدنا ان شاء الله باش نحاول نفرحوا العائله هذا النهار اليوم اليوم الحماس ان شاء الله الحماس الحماس ان شاء الله يس اليوم الحماس ان شاء الله العالميه ديال الغصه كاينين بزاف الدراري هنا عندهم واحد الدومين مثلا كنعرف دريات يوتيوبرز وما كيعرفهم حتى واحد كنقول لهم واش كتعرف شي حاجه كيقول ما كيعرف حتى واحد في طنجة وعندهم جمهور ديالهم عندهم سميتو كيما ما كيعرفوش بعضياتهم في طنجة وهذه هي الفكره الاساسيه ديالي انا في كل مدينه هو نلاقي الدراري فهمت نلاقي الشباب والبنات وداكشي اللي في نفس المدينه اللي كيهتموا بالدومين ديال يا اما يوتيوب يا اما داكشي ديال الهندسه المهم خليكم فهد يعرف لكم راسو ويعاود لكم على التجربه ديالو حيت التجربه زوينه على كيفاش بدا حيت للعلم انه خد احسن مدون العام اللي فات وشرب مدينه طنجه وسميتو تصفيقات ليه تقنيو يوتيوبرز بديت في الدومين ديال مجال التدوين يعني في العمل داخل الانترنت في سنه 2008 خدمت مع بزاف ديال المدونات والمواقع وكنت مشيت لعدة منتديات عربية اللي كيعرفني عديت من واحد التجربة نسعت المدونة ديالي وقلت علاش لا ما يتقادوش الكتفين بيوم من الايام الحمد لله عديت المدونة ديالي خدمت فيها 4 سنين يعني في حتى 12 سنين 4 سنين في الانترنت او اليوتيوبرز او المدونين فالحمد لله انتقلت الى هذا التمرين في 2016
اليوتيوب. الحمد لله دابا تقريبا عندنا شي 20 الف مشترك في الايجابي وفي السلبي، ولكن كيف لا في الايجابي راه دائما التحيات ديالك الضخمه كامل. سهيلة ولا يسرى ولا ابراهيم ولا محمد ولا سميتو كلهم بادوا في تسافر ايماي فيو حتى حنا باغي نديرو باغي نفعلو باغي يعني هذه اللي بغيت نقولها في الاخير هي انكم بادوا ديروا ما تكونش هي اخر محطه لكم هذه حيت هنا راه مجموعين محطه ما نقدر ما نعاودش لكم راه غير نخدمها هما راسكم مع بعضياتكم دابا ولات قاره ها هما شباب ها هما غادي يخدموا يعني الا كانت فرصه اخرى تجمعوا مع بعضياتكم وديروا حاولوا تبارطاجوا مع بعضياتكم الافكار والاحلام ديالكم واحسن شيء في الحياه هي انك تجلس مع ناس ايجابيين اللي يخليك تزيد قدام. واحد العائلة يوتيوبية يلا عرف ليهم راسك ان شاء الله. معكم حسام تيفي مؤسس قناة حسام تيفي على اليوتيوب تابوناو عندي كندير لي بودكاست ولي فاينو. برافو عليك. انا غزال من قناة غزال شانيل او مدونة غزال، مرحبا بكم في القناة ديالي الا بغيتو تابوناو كندير دي فيديو دي اي واي وصفات مطبخية وصفات الجمال الى اخره. نتمنوا تشوفوا القناة ديالي وما تنساوش اللي مازال ما ابونيش عند ايوبي تابونا باش نوصلوه ل 100 قبل نهاية هذا الشهر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم بزاف وشكرا هذا الحدث اللي درناه هنا هذا الميت اب اللي درناه هنا ما نجحش غير هكاك حيت نجح هكاك لكن نجح بهذا الشباب اللي معنا هنايا. شكرا يسرى، شكرا سهيلة، شكرا ابراهيم العربي. الله الحمد لله هذا النهار رائع جدا والله الا رائع وفوق الرائع اللي فيكم شويه دقدق شويه عاوتاني رجعت لي سبحان الله بحال الحال مني في الميت اب ديال تطوان. كما شفتوا اخوتي الحمد لله الميت اب داز رائع فوق الرائع جدا. شكرا للناس ديال طنجه، شكرا بزاف للناس ديال طنجه لا بالنسبه للتنظيم ولا بالنسبه للناس اللي جاوا وداك التفاعل الجميل وخصوصا مني كنا مني الحمد لله هنا كل واحد من العائله بدا كيقدم راسو بدا كيعرف راسو وبدا كلشي كيشجعو وكلشي ديك الطاقه ديال الحب وداكشي ديال والله لا شكرا شكرا لكم بزاف. وشكرا سهيله ويسرى عطوني هذا الكادو هذا نشوفو شو دابا شنو فيه. يا ما شاء الله واخا خوكم مشات لي الطاقه الايجابيه عطونا هذا الكاس مكتوب فيه ديال عائله ايوب شي او لا 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 لا, لا. ابتسم It's a new day. يلا خوتي شكرا لكم شكرا لكم بزاف يا خوكم مشات لي الهضره لان الجهد كامل كامل عطاه الناس ديال طنجه اليوم. يلا خوتي شكرا لكم ما تنساوش ما تنساوش نتوما كذلك الناس اللي جاي دابا الناس اللي جاي عندهم ان شاء الله انا نخلي لكم الايميل ها وحاولوا تواصلوا معايا باش ننجحوا هاد اللقاءات اللي جايه ان شاء الله في المدن المغربيه كامله بحال هاد اللقاء اللي داز في طنجه يدوز ان شاء الله في المغرب كامل. خوكم مريض عيان بزاف حتى غدا ما عرفتش واش غنديروا فلوغ ولا ما غنديروش بغيت نعطي شويه الراحه ولكن نشوفوا ان شاء الله. يلا خوتي شنو نقول لكم تشاو تشاو غدا سيكونوا اجمل اجمل ان شاء الله. لقيتونا اخوتي دابا يلا سالينا
هادشي حسيبان كلشي يلا ها دابا بان القاعة كاملة صافي ابتسم